من حقوق المرأة أو الزوجة على زوجها حق الغيرة عليها في دينها وعرضها، والرجل الذي ليست لديه غيرة على زوجته هو ديوث، والديوث لا يدخل الجنة. فالذي لا يغار على زوجته كما أمر الله عز وجل وكما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو ليس برجل ولا يستحق أن تثق فيه وأن تسلم ابنتك لهذا الإنسان. الغيرة التي لا تعني الشك ولا تعني الارتياب، إنما تعني المحافظة على هذه المرأة، المحافظة على هذه المرأة كما أمر الله عز وجل.